السعيد شتي اب الياس شتي هي كيطيح انا نسي نطيح معاه هذيك النهار طاح هو طحت نسرين انا نسي. اذا اتتك الفرصه اقتنصها ولا تضيعها وبرهن لكل الحاقدين والمشككين من انت وماذا يمكنك ان تفعل وكن كهجوم الاسد على فريسته. هكذا هو المحارب الياس شتي في اول بطوله شارك فيها مع الخضر في كاس العرب حيث كان اكتشاف الدورة بامتياز. إلياس شتي من مواليد 22 يناير 1995 ابن ولاية عنابة، بدأ مسيرته الرياضية سنة 2013 في اتحاد عنابة ثم اتحاد الشاوية بعدما تنقل إلى أكبر الفرق الجزائرية شبيبة القبائل سنة 2017 حيث أبهر كل المدربين والطاقم الفني بلياقته وسلوكه الجيد داخل وخارج الملعب، مما أدى نادي الترجي التونسي لحسم صفقة صاحب 26 ربيعة والانتقال الرسمي للفريق التونسي سنة 2019، أين نجح نجاحا كبيرا في البطولة التونسية، مما أدى عبد المجيد بوقرة إعطائه الفرصة مع المنتخب المحلي. مدينة عنابة رو الشعب كامل رو فرح بالياس شتي، وان شاء الله الناس كل هنا في مدينه عنابه يتمنوا له النجاح. نقول ياس خويا مشرفنا، ياس مشرف عنابه كامله. ليست عنابه وحدها تحبك يا الياس، بل كل الجزائريين فخورين بما قدمته في البطوله ومعلقين عليك كل الامال في قادم المسابقات، فحظا موفقا لك اخي العزيز. شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء. سلام.